الاهلي ما شاء الله على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الانشاءات ماشي 100 100، على مستوى الانشاءات والبنيه التحتيه ماشي في الشمال واليمين واسوان ومش سايب ما شاء الله، تمشي على طول الكره تانية، دي اللمسه خطيره جدا. يلا يلا يا باتشي، محاوله هوبا للرابع يا ولد، جميله جميله جميله. الهدف الرابع، يسجل الاهلي الهدف الرابع عن ثاني اهدافه الشخصيه اللاعب مجدي قفشه. اذا الاهلي 4 والجونة 2، الاهلي 4 والجونة 2. شوف اللمسه احمد فتحي جميله، محطوطه الكره حلوه، الباص الباص المهاره. لما اشوف لعيبه نادي الجونه بعيب عليهم في عمليه الضغط وعمليه البريس بصراحه، شوف المهاره شوف اللمسه، لازم تبين الاهلي ازاي جاب الهدف، سجل الهدف جميله من الشيخ، حلوه محطوطه على طول الكره تاني، اللمسه عن طريق باجيش ومبطن القدم الجميله ما قل ودل عن طريق اللاعب.